السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. هذه الحلقة نستضيف فيها المهدي جماع، عضو المكتب التنفيذي للائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، عضو لجنة المناطق الرطبة. موضوع هذه الحلقة سنتطرق فيه لضاية ضرب عزة، وهي ضاية أثارت نقاشا طويلا مؤخرا، لا سيما بعد ورود مجموعة من الأخبار تفيد بأن هناك من يريد تحفيظ هذه الضاية التي توجد خلفنا ووضع اليد عليها، مما خلف غضب الجمعيات التي تدافع عن البيئة وبالضبط عن المناطق الرطبة، ومن بينها الائتلاف. سي المهدي، أهلا وسهلا بك. سي المهدي، يعني أثير نقاش كبير حول هذه ضاية ضرب عزة، شنو ممكن تقرب المشاهد الكريم الأسباب؟ شنو المشكل بالضبط؟ شنو المشكل اللي واقع في هذه المنطقة هذه؟ بالنسبة لهذا الإشكال اللي أثار الكثير من المداد، فهو ليس حديث ساعة، بأنه كان هذه مدة ربما أعوام، وصحافة ورأي عام وسياسيين طرقوا لهذه الإشكالية ديال ضاية ضرب عزة. ولكن مع الأسف مؤخرا تفاجئنا بواحد إصدار حكم ديال المحكمة على أساس كيرف التعرض اللي كان دارته لاجونس أوربان، وبالتالي فهذا مسألة خطيرة إن تمت، فيعني هي كتعني بالنسبة لنا كائتلاف مغربي من أجل المناخ المستدامة، هو حكم إعدام على هاد الضايا اللي عندها واحد لانتيغي بيولوجيك مهم وحيوي بالنسبة للبيئة وبالنسبة بالنسبة للتنمية المستدامة للساكنة ديال الدار البيضاء بصفة عامة. نعطيك واحد نبذة بسيطة على الضايا باش تعرف لانتيغي ديالها، لأن ماشي مجرد واحد طرف بيئي، وإنما فهي كتلعب واحد الدور كما قلت لك حيوي بالنسبه للمغاربه كاملين وبالنسبه للساكنه ديال جهه الدار البيضاء بالخصوص. فهي كما كتعرف فهي بحيره مائيه كتضم واحد العيون طبيعيه كما كتشوف، واعشاب مائيه وطيور سواء محليه اونتروفيك وطيور مهاجره. المساحه ديالها كتزيد تقريبا على شي 18 هكتار، توجد في نطاق الملك العمومي المائي التابع لوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مؤسسه ديال وكاله الحوض المائي لابي رقراق، وبالتالي المفروض على هذه المؤسسات ديال الدوله تكون حريصه على الصيانه ديالها والحمايه ديالها من جميع ديال اشكال التدمير والترامي عليها. هذا من جهه. ضاية ضرب عزة فهي واحدة من كما قلت قبيلة من آخر البحيرات المائية بجهة الدار البيضاء سطات، والطول ديالها ما كيتعداش واحد 1 كيلومتر على 150 متر في العرض، 1 كيلومتر في الطول، وفيها مجموعة كما قلت ديال الأحياء البحرية، فيها الحبار، فيها اللاذيج، فيها تكون أبيل لونيل فيسكوز، فيها نوار الشمس، بنيها ديك الكرنينة، فيها بالإضافة إلى عدة فصائل من اليعسوب، هذا اسمه كيسمى فرنسية لانغريون، الفراشات، الضفادع، وديال داك الحنش ديال الماء كنسميوه بالفرنسيه لو في برين. مع الاسف دابا كاين حنش ديال البر اللي هما ما فيه العقار اللي بغاو يعني كما كنقولوا يستوليو على اليابس والاخضر بهذه المنطقه، اذا البط ومجموعه ديال الاحياء المائيه اللي صراحه ما كاين غاغ فاش تلقاها في جهه الدار البيضاء سطات، كما قلت لك فهي من البحيرات القلائل اللي كتوفر هذا التنوع البيولوجي على مستوى جهه الدار البيضاء سطات. ضاية ضرب عزة يعني من 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 المناطق الرطبة القليلة اللي موجودة في جهة الدار البيضاء سطات. في نظرك أنت كفاعل بيئي، كعضو المكتب التنفيذي للائتلاف، كيفاش تشوفوا تعامل الجهات الوصية مع هذه المناطق الرطبة بصفة عامة في المغرب؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال بغيت غير نشير بأن المناطق الرطبة فهي عندها حد اليوم عالمي يحتفى بها، اللي هي كنظن لو 2 فيفري، وكما قلت قبيله فهي كتلعب دور ادوار حيويه في المنظومه البيئيه والايكولوجيه، وكتساهم في تخزين الفائض ديال المياه ديال الامطار، وبالتالي كتحمي المدن من الفيضانات. والدار البيضاء وجهه الدار البيضاء حنا كنعرفوا عنده واحد التاريخ شويه ما نقولش اسود مع الفيضانات، دابا الحمد لله مع بعد البنيه التحتيه ومع هذا شويه بدات الامور كتخفف، ولكن هذا ما كيعنيش بان حلينا كما كنقولوا المشكل. هذا بالاضافه بانها كتحمي المدن كما قلت الماء من الفيضان، كتغني الفرشه المائيه لا نافرياتيك، وكتوفر المياه ديال الري، وحنا كنعرفوا الاهميه ديال الفلاحه. دونك هذه منطقه كما كتشوف فيها مجموعه ديال الاوراش في هذا المجال،
بالاضافه وهذه نقطه مهمه بغيت ناكد عليها الا سمحتي، هو كتساهم في نشر الوعي البيئي من خلال الزيارات اللي ذات طابع التثقيفي والتوعوي اللي قمنا به في اطار الائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنميه المستدامه، العده ديال المجموعه ديال المدارس والتلاميذ اللي استفدوا من زيارات ميدانيه باش يعرفوا على لا فون ولا فلور ديال هذه البلاصه، كما انها كتشكل منتزه طبيعي للساكنه ديال 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 هذه المنطقه المجاوره، واحد وعنده واحد البعد المهم اللي هو ديال لا بروتيكسيون ديال لو ليتورال. ما تنساش بان احنا راه على اعتاب ديال الساحل ديال واد كوسون ابيل البحر ديال واد مرزق، وكتوفر واحد المعطى اخر اللي هو كتوفر واحد الملاد ديال التعشيش وديال الماكل ومكان ديال التوالد ديال الطيور ديال كتكون ابيلا نيديفيكاسيون وديال مجموعه من الطيور المهاجره واللي شفتوهم نتوما من خلال التغطيه ديالكم اللي كتجي اللي تكون لي زوازو ميغاتور اللي كيجيو هنايا وكيديروا كيبيضوا وكيديروا الاعشاش ديالهم، وبالتالي فالانتيري ديالها كنقول الاهميه ديالها البيولوجيه والتنوع البيولوجي ما يمكن ينكرها الا جاحد او مافيوزي كما باش نكونوا واضحين، لان لا يعقل ان كيلومتر في جهه الدار البيضاء اللي تقريبا فيها الاف ديال الكيلومترات يطمعوا في هذا ان كيلومتر اللي الاهميه ديالو كتفوت المساحه ديالو، فهو ربما ان كيلومتر في الطول 150 في العرض، ولكن الاهميه ديالو البيولوجيه والبيئيه فهي انستيماب، وهذا ربما اللي خصهم يفهموا هادو الناس اللي كيصدروا القرار باش يستولوا عليها. من بين الامور اللي طرحات هو انه هاد النقاش او هاد الحيتيات القانونيه اللي تعرفها الملف تاع ضاية دار بوعزة، واش ممكن تقربنا من هاد الحيتيات وشنو بالضبط وقع؟ هو الإشكال اللي مطروح هو في الحق هاد ضاية دار بوعزة نظرا للموقع ديالها كما قلتي فهي اونتوري من تجزئات عقاريه اللي كتساوي الملايين راك كتشوفها، بالتالي فولات دوبوي توجور هي، ولكن دابا بالضبط هذا الاشكال ديال ولات مطمع ديال المافيا العقار باش نكونوا واضحين، لان ما لا يعقل انسان عاقل انسان اللي فيه يعني كنقولوا الدم ديال المواطنه باش يطمع في واحد انسيت بيولوجيك بهذه الاهميه باش يدير فيه تجزئه عقاريه. انا ما كان صراحه ما كنتخيلش هذه القضيه. بون تبارك الله انت ما بقاش بعدا اصلا هنا ما كاينش لي سباس فيغ في هذه البلاصه كلها عقارات وراه شفتيهم كلها اونتوري، فهاد لو سيت هاد 1 كيلومتر طامعين فيه شي كيما قلت لك انه دات با ماشي من دابا راه من يعني اعوام هادي، دونك حنا تفاجئنا كيما تفاجئ المواطنين والمواطنات والاكاديميين الاعلاميين نتوما بالخصوص مغرب وخارج المغرب، المساله راه خدات بعد دولي بخبر صادم كيتمثل في الحكم الصادر عن الغرفه المدنيه بحكم استئناف في هذا الشهر اكتوبر شهر 10 2020، والقاضي برفض تعرض وكاله الحوض المائي لابي رقراق الشاويه على التحفيظ العقاري لضايه دار بوعزه مما يهدد بالاختفاء القصري كنقول القصري لواحدة من آخر البحيرات المائية النادرة في جهة دار بيضاء 16. أنتم كائتلاف تدافعون يعني رافعتم من أجل هذه القضية هذه وتحملتوها يعني وحاولتوا تبنوها، شنو هي أهم الخطوات اللي درتوا واللي غديروا مستقبلا؟ حنا كهيئة كما قلت لك كائتلاف المغربي من أجل المناخ التنمية المستدامة وهذا خدينا بعاتقنا باش نواجهوا على حسب يعني الامكانيات المخوله ديال لينا دستوريا وقانونيا باش نتحداو هذه المافيا العقار، من خلال اولا درنا واحد رساله ملكيه اللي كنحاولوا بحكم الصفه الاعتباريه ديال صاحب الجلاله كما كتعرفوا فهو رئيس ديال المجلس الاعلى للماء وكنظن المناخ، كذلك رسلنا مجموعه ديال القطاعات الحكوميه اللي عندها علاقه وطيده بهذا الاشكال، وهذا القانون هذا كيبان لي هذا الحكم فهو تحدي اولا لمؤسسه الدوله المكلفه بحمايه الثروه والملك الجماعي ديال المغاربه ديال هاد المغاربه والاجيال القادمه، لان ملي كندوي على الاستدامه راه كندوي على المغاربه على المستقبل، وهذاك الحكم كيتعارض مع القانون الاطار ديال رقم 1292 ديال بمثابه قانون ديال البيئه والتنميه المستدامه، وكذلك القانون ديال 1536 المتعلق بالماء. ومن هذا المنطلق كنناشد وكنكررها صاحب الجلاله بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للماء والمناخ والضامن لالتزامات المغرب سواء من خلال المؤتمر ديال كوف 21 او كوف 22 نناشده بالتدخل لوقف هذه الهجمه ومحاربه افتراء ومحاوله افتراس كل ما هو اخضر
اجمل البلد في المغرب اللي هو البلاد ديالنا اللي كنحبوها جميع. سيسائل جماعه دار بوعزه وكذلك يسائل الجهه ديال رئاسه جهه الدار البيضاء صداط ويسائل كذلك لاجونس اوربان ديال الدار البيضاء ديال جهه الدار البيضاء صداط، لان صراحه انا كتبان لي عندهم واحد المسؤوليه اخلاقيه اكثر ما تكون قانونيه على هذه المجزره اللي كتوقع، وخاصه بان من خلال مقالات صحفيه انا كنت قريتها بان هذه ماشي اول مره، وهنا مجموعه ديال البحيرات كم الترامي عليها ويعني ما كنقولوا التجفيف ديالها لبناء عقارات في هذه المنطقه. ما عرفش واش ما حد صدفه ولا هناك كلمه مخطط بعيد المدى، لان انا كنفت من هذا المنبر كنطلب باش يتفتح التحقيق وتدخل الجهات المسؤوله على الرقابه وعلى الحفاظ على لو باتريمون ايماتيريال ديال المغاربه. هذا راه فهو راس مال غير مادي وعنده واحد الدور كما سبقت له، ولكن عنده عده ديال الاهداف على جميع المستويات. كن ناشد لجميع القوى الحيه في هذه البلاد باش دير معنا يدينا كائتلاف مغربي من اجل المناخ والتنميه المستدامه باش نوضعوا حد لهذه المافيا اللي باغا تجهز على هذا لو سيت يعني الانستيمار. شكرا سي المهدي. شكرا جزيلا لكم.